Що, що, рашить, що, 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 рашить. مشاهدينا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رشيد. ضيفتنا وضيفتكم اليوم هي فنانة مغربية بنت الموهبة ديالها في الغناء منذ الطفولة، قدمت مجموعة من الأغاني الناجحة وقدرت أنها تبصم بقوة في الساحة الفنية المغربية وأيضا العربية. اليوم غادي نستقبلوا هذه الفنانة، غنتعرفوا عليها على حياتها الخاصة وأيضا أسرار لأول مرة غادي تقر لينا بهم. استقبلوا معي بحرارة عفاكم الفنانة زينب أسامة. زينب مرحبا بك. الله يبارك فيك، وانا جد سعيده بتواجدي معك اليوم، وتحيه ليك وتحيه للجمهور اللي متواجد معنا حتى اللي كيشاهدنا. شكرا زينب، تبارك الله عليك على الاطلاله زوينه. شكرا. هذه اول مره في رشيد شو. اول مره في رشيد شو. وجدي راسك. انا واجده. انت واجد؟ عرفتي الاسئله اللي موجوده لك؟ عرفتي الاجوبه اللي موجوده لك؟ يلا مشينا. ثقه هرانا تفضلي. زينب أسامة. أخيراً. أخيراً. اليوم على برنامج رشيد شو، شكراً بزاف على هذه الاستضافة وهذه الفرصة اللي أنا كنشوفها فعلاً هي فرصة زوينة لأي فنان. كنشوف هذه نافذة يعني للناس أنهم يشوفوك يتعرفوا عليك عن قرب. تماماً، ومرحبا بك. أنا اللي الشرف تكوني معنا اليوم. الشرف متبادل. أنت تبارك الله عليك فنانة اللي قدرتي أنك تبصمي بقوة في الساحة الفنية المغربية وأنك تقدمي أعمال ناجحة. الصوت ديالك يعني تبارك الله من اجمل الاصوات اللي كاينه اليوم. غادي نستمتعوا بالاداء ديالك لمجموعه من الاغاني، وايضا غنتعرفوا على مسارك المهني وايضا شي حوايج شخصيه اللي الناس ما كيعرفوهمش. حتى زينب اسامه كيف كتعرفوا اول مره جات عندنا، اذا خصنا نبقشوا فيها شي شويه. انا شوف، انا ما تنخافش، اعطينا التفاصيل ديال الحاله. لكن عارفك غتكون موجد شي امور اللي انا ما متوقعهاش. لا ما تخافي والو، ان شاء الله يكون خير. لا لا، حاجه ان شاء الله ما كاين. اول حاجه بعدا قالوا لينا كنعزل لك الكره. انا كنبغي كره. اش من نادي كتشجعي؟ الرجاء البيضاوي. وطبعا المنتخب المغربي. وقالوا لنا كنتي كتقصري كره. والله الا تلعب كره، تتعجبني كره بزاف. انا عائلتي كلهم تيبغيو كره بزاف، وعائلتي كلهم رجاويين. ياك. وتحيه للوداديين تاعهم. اعطيني اعطيني البالون، لوح لي البالون، لوح لي البالون، لوح لي. نجربوك في الكرة هنا. يلا بلي طالون. شوف أنا وياك. أنا وياك. أنا وياك. يلا. أوه مجدي كرة. يلا زيدي. سبقوا لي عفاكم، سبقوا لي. يلا شنو غديري؟ تجونغلي بالكرة شوية؟ لا ما نعرفش نجونغلي. شوف دابا يلا جلسنا. دابا المشكل ما لاحظتيش واحد القضية. ما لاحظتيش واحد القضية. مع جلستي مع نوتك. ما ماشي مشكل. أنت غادي تيري وأنا غادي نحبس. يلا. يلا. تصفيقات على بونو. واو حبستيها. محاولة أخرى يلا. ولكن راني لابسة لي طالون. ما قدرتش، لابسة لي طالون. لا. ضربي بالجد بالجد. هي غير الهضرة. بالجد بالجد، بلاتي بلاتي. كون علمتيني يا رشيد كون ما لبستش هذا الشيء. كون جبتي الكوداس. نهار كبير هذا زينب أسامة. ربي يحفظك. غادي نبداو الحلقة ديالنا، ولكن غنبداوها بواحد لو بورتخي وجدناه ليك. شدينا فيك شي شوية.
باش الناس يتعرفوا اكثر على المسار ديالك وشكون هي زينب اسامه. نشوفوا البورتري حالا ونعاودوا نتلاقاو. زينب اسامه اللي شافها في ستار اكاديمي يقول فوق راسها عمامه. الزينو تباتا وكتجيني انا بعدا كتشبه الفاتين حمامه. الاسم الفني ديالها هو لونتي بيوتيك حيت كتبان صغيره وهي مطيوره. ما عليناش، زينب بنت 92 ومزيوده في كازا بحال اغلب الفنانين. ما خلات اكس فاكتور، ما خلات ستار اكاديمي، هادشي علاش كتحسب من سيليبريتي. كانت مخطوبه بمصري وتزوجات فلسطيني. خاطر وثقيل. المهم هي ما بغاتوش مغربي، حقها سيدي حقها. تيقولوا بلي جاب ليها دفوع مطرطق سيارة فاخرة. يا اختي ما حزناكش، الحبة شي باخرة. كهبيلة عشت ما بين المغرب، مصر، السعودية والشينوا. تبارك الله على بنو بطوطة. منين بدات وهي تغني على الزواج؟ عادي عزيز عليها التفواج، معروف عليا. غنت اليوم مع مروان خوري وكارول سماحة. ولا مشيتي حتى عصبتيها صعيب طلب منك سماحة. ما تنعرفش النيف هذا في عملية تجميل، فخلينا تنقولوا لها من هذا المنبر راكي زوينة وبلا جميل. غلطت في واحد الحاجه. ما كنتش عايشه في السعوديه حتى شي مره. ما عمرك عشتي في السعوديه؟ واخا لبنان، مصر، المغرب. ودابا فين كتعيشي؟ دابا في الشينوا. شينوا نيهاي فلازي. اش كيقولوا؟ نيهاوما. نيهاوما. نيهاوما يا اهلا، يعني كيف الحال؟ رحبي بالناس بالشينويا. نيهاو نيهاوما. كلشي تعرف نيهاو نيهاو. انا ماشي واعرف الشينويا. انا راجلي اللي واعر الشينويه. زوجك عارف الشينويه؟ اصلا راجلي كبر تما كيهضر الشينويه بحال الشينوا، اما انا يلا تنتعلم شي كلمات. مبروك عليك اولا الزواج ديالك. الله يبارك فيك. علمتي الزواج ديالك مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي. شربتي في صويني يا امي لالا، اوصوني والدي ان شربتي في صويني يا امي لالا، او مبارك هذا النهار يوم فرحوا به يا الناس، يوم مبارك هذا النهار يوم فرحوا به يا الناس. الحلوة فين كاينة؟ الحلوة فين كاينة؟ الحلوة فين كاينة؟ الحلوة فين كاينة؟ بارك الله عليكم، بارك الله عليكم. شوف كوغال عندي كيداير؟ كوغال عندي واعر بزاف. أنا ما حضرتش العرس، ولكن متأكد أنك ما درتش العرس. ما درتيش العرس؟ لا، كنت ناوية ندير العرس. كون درتي كون غنيتي أنت. وانت اللي غنغني انا وغنعرض. دوري راسك لعماريه. الاصدقاء الفنانين وليكوليك كلشي كنت غنعرض عليه ان شاء الله. تندير لكم العقيقه. ياك سمعت واحد المعلومه كتقول بان الزوج ديالك فلسطيني. ايه فلسطيني راجلي. فلسطيني وكتعيشوا في الشينوا وانت كبرتي في المغرب. حيت راجلي منو كان صغير هو عايش في الشينوا، يعني مشى صغير بزاف للشينوا، يمكن كان عنده شي 15 عام وفقط. وجات الصدفه سبحان الله، ربي فاش كيكون كتب لك شي امر ولو ما عرفتش فين تكون كيوصلك تيوصلك. فين تلاقيتو اول مره؟ تلاقينا في انستغرام. صحابني في كوريا. تقول لي كوريا ولا لبنان؟ لا ما كنت عمري ما مشيت لازي صراحه. زعما ما عمري مشيت للكوريا ولا الصين ولا. تلاقيتو في انستغرام. واحد قصه غريبه عجيبه. اشنو طاقيتي ولا طاقاك ولا كيفاش؟ دابا انا ما طاقيتو ما طاقاني هو. هما فلاشين ما عندهمش لي ريزو سوسيو بحالنا، ما عندهم لا انستغرام لا يوتيوب لا والو. هو بحكم انه عربي فهو كيدخل كيطل كيدير في بي ان وداكشي، كيدخل يشوف انستغرام بالعرب وهذا. وطلعت ليه في اغنيه تنغني في الاكسبلور. دخل هو دار لي جيم ودار لي كومونتير. انا ما شفتش هادشي في 2019. اييه. من بعد هو بقى كيصيفط لي ميساج من 2019. امتى جاوبته انا؟ امتى جاوبتي؟ 2023. عاد شفت دوك لي ميساج كاملين. ومع جاوبتي مع تزوجتي به؟ تخيل فاش جاوبته كان الليل، كان عندي حفله في دوزام. داك النهار مشيت للدار عرفتي عيانه صافي ماشي لوحده الصباح ولا حتى ما قدرتش نطلع لاشومبغ ديالي. بقيت لتحت في الصالون تيقنط وانا نقبض التليفون. دخلت دوك لي ميساج انديزيرابل اللي حيت كيوصلوك دي ميساج من عند الناس اللي كتعرف. ولي ميساج كيبقاو دي ميساج ف وشفت كان مصيفط لي على ديك الحفله اللي كانت عندي في دوزام، مصيفط لي شي حاجه في ستوري ديالي. دخلت غير بالغلط درت ليه فيو بحال انني راني شفت الميساج. قلت دابا هذا السيد من 2019 طلعت شفت 2019 هو كيصيفط لي ودرت لي فيو على الاقل نجاوبه. صيفط ليه قليب بيض
وديك الليموجي ديال بحال هكذا. ديك الساعه جاوبني قلت واش شكون هذا اللي فايق مع الوحده الصباح؟ صافي بدات يهضر معايا قال لي انا راه عايش في الصين واش ماشي مشكل؟ قلت لي انا مالي سوقفك غنتزوج بك تقول لي انا عايش في الصين ولا عايش؟ قال لي بليز واي نوت. قال لي علاش لا؟ قال لي انا فريمون راه متبعكم شحال هذا وزعما فاش جاوبتيني اليوم انا راه ما كرهتش نتزوجوا. اول نهار هضر معايا اصلا كان يلاه يومين باش مشى من المغرب. قال لي واش انت جاوبتيني انا مشيت من المغرب؟ قال لي جاوبيني وانا في المغرب على الاقل زعما نشوفك نتلاقى معك. قلت له هادشي اللي بغى الله. وفعلا هذيك الفتره اللي كنا هضرنا فيها في لي ريزو سوسيو كانت مهمه باش انني نثق فيه من بعد، حيت كون اصلا كون قال لي اجي نتلاقاو في الاول ما كنتش نتلاقى معاه. كنقول تخينا هذا كي مهضر معايا في انستغرام وانا فنانه وهضر معايا في يعني في الحساب الرسمي ديالي، شكون هو باش نتلاقى معاه؟ في الاول كنت غنفكر بحال هكذا. من بعد ديك الفتره ديال التعارف شهر عن بعد عاونتني بزاف باش نقول اوكي انني نتلاقى معاه. مسكين خد الطياره على وعدو سعدو جا عندي تلقى معايا. برافو عليك. وهو يمكن كان كيتبع الاغاني ديالك وكيشوفك ديما كتغني على الزواج ولا العرس. ما فهم والو قال هذه ديال الزواج. ما فهمت شي حاله. ولكن شوف شفتي سامر جا بعدا عناء طويل. سامر جا بعد سامر عليك هذا الوقت كامل. سامر عليا قال عليه بابا قال لي بقيتي سامر عليا ومسكين ما فهمش شنو هي سامر. لا ولكن سامر انا كنعتبره واحد الهديه جاتني بعدا واحد العناء بعدا واحد العناء جاني سامر. هاد العناء غادي نهضروا عليه ونهضروا على واحد الفتره صعيبه عشتها في حياتك هادشي عرفتو من خلال بعض المقربين. وباش ما نبداوش بالدراما غادي نرجعك لمرحله الطفوله واللي فيها فين بانت الموهبه ديالك. على اي سن بديتي كتغني؟ شوف انا من النهار حليت عينيا وقيلا وانا تنغني باسكو ما عقلاش من امتى بديت. انا كنت في الحضانه كنت كنغني في الحضانه كنت في الروض ياك لالا وكانت وقعت لي او ماي جاد كنت زوينه كي جيتكم اي لاف مي كاتبه عليها ميل تحت الشتا يعني من نقولوا 60 4 سنين ولا 50 بديتي كتغني. لا لا شوف دخلت الحضانه انا عاقله واحد ليستواغ كيفاش عرفت راسي بدات نغني. اصلا في الحضانه كانوا ديما في الاخر ديال العام كيديروا لينا لا برانسيس ديال لاكريش ديال الحضانه ديال الروض. المهم العام الاول ما ربحتش انا وكنت متوقع اني نربح انا. المهم هما اختاروا واحد البنت عرفتي وهي اللي لبسوها زوين وانا لبسوني شي حوايج عاديين عرفتي بقى فيا الحال وحلفت. قلت العام الجاي غنكون انا هي الواعره في الحضانه. المهم في العام الاخر وليت كنغتنم اي فرصه كنطلع كنغني كنبين لهم المواهب ديالي ما بقيتش كنحشم صافي ديما كنغني. كان عندنا الاربعاء والسبت عندنا الوقت ديال الانترتينمنت كنبقى نغني كنبقى نغني صافي ها هي هنا فاش ربحت في الاخر ديال العام ربحت انا هي عرفتي انا فرحانه ناقشي يدي وانا هي ديك الامير ديال ديك الروضه زعما وعقل كانت يلا خرج واحد الاغنيه ديال نول الزغبي وائل كفوري انت اللي بحبه انا يلا نرجعوك لهذه المرحله يلا نغني لكم شويه منها. من حبيبي انا رد علي وقول من حبيبي انا رد علي وقول من حبيبي انا رد علي وقول انت اللي بحبه انا انت اللي بحبه انا انت اللي بحبه انا انت اللي بحبه انا رد علي وقول شكرا. شكون هو هذا؟ وديك الساعه ما كان حتى شي واحد كنت مهم بغيت انا نربح بغيت نتنقف حيت كانت اللي كتربح يجيبوا لنا النقافه تلبسوا القفطان. شوف سبحان الله من صغرك كنتي كتحماقي على العراسات وعلى الاغاني ديالك كلهم عراسات من صغر هذا لك العمليه. الواحد يكون ناشط اخويا رشيد ولكن دابا عاد فهمت علاش نقول لك واحد الحاجه اسمح لي نقطعك. انا نقطعك دابا اوكي اسمحي لي انا دابا عاد فهمت علاش ما درتيش العرس. ما درت العرس طلعتي في العماريه عرفتي كان العرس ديال خالي وخالي مراته كان خدها صغيره وكانت بحال مصاحبه معنا حنا الدراري الصغار ديال العائله كانت شويه صغيره في السن. كنت كل نهار كنمشي عندها للدار وكتلبسني داكشي اللي لبست في عرسها وكتبقى طالعه بيا في الدروس هابطه فيا في الدروس. الله وسلام عليك يا رسول الله. هي وخالتي الله يرحمها. خالتي الله يرحمها كنت كنبقى نبكي 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 كتلبسني التكشيطه ديالها ديك مرات خالي وكتبقى طالعه بيا حتى هي في الدروس نازله صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. المهم انا ديما كنت عروسه الله يرحمها في هذا النهار. انا خالتي هي اعز انسان عندي في الكره الارضيه.
عرفتي الناس كلهم في كفه وهي في كفه وماتت وانا ما كنتش في المغرب فاش ماتت وخباو عليا وفاش جيت ما لقيتهاش عرفتي كانت صدمه من صدمات حياتي وحيت ما عشتش هذاك كيفاش نشرح لك ما عشتش هذاك الاحساس ديال الجنازه والعزاء لحد الان انا مازال ما كنتيقش انها ماتت ومازال بعض المرات كنسى انها ما كايناش في الدار حيت خالتي رباتني انا ما ربانيش ماما وبابا وخا حنا عايشين في دار وحده هي اللي رباتني وكانوا كيجيو عروض زواج ما تزوجاتش بسببي انا حيت كانت كتبغيني بزاف وتحد ما غيقبل انها تكون معايا شي بنت اختها ولا شي حاجه وكذلك كانت مريضه بزاف وانا عشت معها كاع دوك الفترات ديال المرض ديالها والعمليات كل مره وانا عاقله على اخر نظره كنت غادا للمطار وكانت هي واقفه كتسناني قدام الباب وعاقله على اخر نظره بيني وبينها وفاش مشيت كنت حاسه براها راها غادي تموت حيت كنت كل نهار كنبقى نصور كنقول لهم بغيت نهضر مع خالتي وحتى شي حد ما كان كيبغيني نهضر معها وماتت نهار العيد ماتت نهار العيد وانا فاش ماتت غنقول لكم واحد الحاجه ما عرفتش غتفهموني ولا لا ارتحيت حيت كنت كنعيش مع داك المرض ديالها ديما كنقول كنت كنقول الله يرحمها يعني بعد المرات ديما كتكون كتبغي شي واحد كتبغي تشوفو غير مرتاح مسكينة تعذبات بزاف ارحمها ملي كنقول لهم انا ارتحيت فاش ماتت خالتي حتى شي حد ما كيتيقني بكيت وتألمت ولكن كنت فرحانه ليه حتى انا عرفت انها ارتاحت الله يرحمها يا ربي الله يرحمها وبغيت نعترف بالجميل ديالها امام الجميع اليوم واحد الانسانه ما عمري ما عاودت لقيت في حياتي مع شي انسانه بحال هكذا وهذه ماشي شهاده ديالي بوحدي هذه شهاده ديال الناس كاملين وهذا الخير اللي درت فيه انا رباتني بهذه الطريقه ما عمري ما غادي ننساه وكنتفكرها كل نهار وكنترحم عليها كل نهار وسمحوا لي غادي نخليوك تمسحي دموعك وسمحي لينا ماشي مشكل حنا انا اليوم كنعتبر نفسي في بحال في بيتي بحال في دارنا وانني نتقاسم هاد الامور مع الناس شي حاجه واخا انا كنبكي انا فرحانه وانني نعترف بهذا الجميل واحد السيده اللي بدون مقابل درت معي بزاف د الحوايج يعني شكرا بزاف غادي ندير واحد الوقفه نمشيو للفاصل ونعاودو نتلاقاو معك شو خبر السيمانه اهلا بكم خبر جديده ومنوعه جبنا لكم للاسف الخبر الاولى ما كتعجبش من بعد ما عاونا الكوت ديفوار باش من الموت رجعات المغرب في ثمانيه خسرات ومن الكان تقصات هاد كاس افريقيا والله حتى عامره مفاجات المغربي بوتشار وليداتو مقربلينها في الخليج في موسم الرياض والامارات عمروا المسارح وجابوا جماهير من مختلف الجنسيات وغنوا مجموعين الخالدات الحكومه المغربيه قررت انها تسد الحمامات التقليديه وليلافاج لمدة 3 ايام في السيمانة باش يحافظوا على الماء في المغرب ويتفادوا الجفاف وما نحتاجش نوصيكم تردوا البال وتهلاو في الماء حيت هو اللي عندنا المراكشية شيماء عبد العزيز نهار عيد ميلادها اعلنت على زواجها وضربت الكحل في البيض نتمنوا لها الخير والسعادة ونعطيوها عليها شي زغريتة كانوا هادو هما اخبار السيمانة نتلاقاو السيمانة الجاية مع اخبار جديدة الى اللقاء زينب اسامه انت طبعا المشوار الفني ديالك ما كان سهل كيف بزاف ديال الفنانين وكنتي كتحاولي كل مره انك توصلي صوتك وتوصلي موهبتك للجمهور وهذاك الشيء يمكن علاش شاركتي في جوج المسابقات الغنائيه اكس فاكتور وستار اكاديمي وستار اكاديمي علاش كان البحث ديالك دائما على هذه البرامج الغنائيه اللي كتبت على المستوى العربي علاش ما شاركتيش برامج غنائيه مغربيه بحال سودي دوزان مثلا بصراحه في اطار التوسع نقول لك علاش انا عندي واحد النظريه كتقول بانه الفنان المغربي اذا نجح على برا يعني نجح بلاده حيت هو حامل الدرابو ماروكان يعني الدرابو ديال المغرب فانا كنت ديما باغا نمشي لشي بلاصه اللي بعيده وباغا نهز الدرابو ديال المغرب وباغا نربح هذه هي الفكره اللي كانت عندي صراحه زائد انه انا الميول ديالي الغنائي مغربي الكلاسيكي ياك وكنت مولوعه بشي حاجه سميتها دار الاوبرا المصريه كان حلم من احلامي انني نغني في المسرح الكبير ديال دار الاوبرا المصريه كنت كنتبع فنانات في الجيل اللي سابقني بحال امل ماهر بحال بزاف اللي كيغنيو اغاني ام كلثوم كنت نتفرج فيهم كنجري من المدرسه باش نتفرج من الوحده يمكن الوحده ونص
فأما المهر كتغني أم كلثوم. كنت كنقول واش انا نقدر شي نهار نغني في هذيك البلاصه؟ كان كيجيني دار الاوبرا، كان كيجيني حلم بعيد ولكن ممكن، عمري ما قلت مستحيل، كنقول اي حاجه ممكنه. ملي طبعا بعد واحد الحرب بيني وبين بابا انه بغاني اليوم غيسمعني ويمكن يتقلق ما بغانيش نغني، قلت له بابا انا بغيت نمشي لمصر. هذه الحلقه خصك توضري لي التليكوموند. قلت له بابا بغيت نمشي لمصر، قال لي كيفاش نمشي لمصر مع ان حتى شي واحد في مصر؟ مصر بالنسبه ليه يعني ليا انا واحد البلاد اللي يعني شنو غنمشي ندير في مصر وبنت صغيره يلا غتاخذ الباك ولا شي حاجه. قلت له والو غنمشي لمصر، انا غنمشي غنغني في دار الاوبرا المصريه. قال لي واش كتعرفي شي واحد؟ قلت له والله ما كنعرف حتى شي واحد، غنمشي غنغني في دار الاوبرا المصريه. قلت له عندي حلم غنحققه. المهم في الاول ما بغاش، من بعد قال خليها تمشي سياحه، خليها ندير لها خاطره. دار لي خاطري مسكين الله يخلي لي، واخا هكاك راه زعما دار شي امور. انت مشيتي هكا يعني؟ انا مشيت سياحه اول مره. وفاش مشيت هذيك السياحه كانت عندي واحد صاحبتي مصريه سميتها اسماء غير في فيسبوك. هذيك اسماء عندها واحد راجلها هو اللي جمعها، استقبلوني وداوني للاوتيل وقلت لي انا راه بغيت نغني في دار الاوبرا المصريه. صدفه كان عنده واحد صاحبه مدير اعمال فنانين سميتو احمد غريب. هاد احمد غريب هذا هو اللي داني لدار اوبرا، قال لي انا غنديك تحقق الحلم ديالك. صدفه، شوف صدفه سبحان الله، هذوك الايام كانت واحد المسابقه ديال غيختاروا احسن صوت شبابي في الوطن العربي، يعني ما كانوش فقط مصريين. فمشيت شاركت في هذيك المسابقه وربحت احسن صوت شبابي في هذاك العام في 2013. يس. وعقله انه كانوا ناس كبر مني في السن وناس فايتيني بزاف لا كارير، وانا فقط هذيك يعني هذيك العزيمه ديالي خلاتني ما يجينيش لو تراك بزاف سيغ سين، خلاتني اكسايتد يعني متحمسه باغا نغني. غنيت الحمد لله مزيان، كلشي عجبو الحال، كلشي تيقول شكون هاد البنت فين كانت امتى جات؟ تيقولوا لهم لا راه مغربيه وجات غير سياحه وراها لقات الكاستينغ وشاركت. وربحت درع شرفي ديال دار الاوبرا، وكان الاحتفال ديال داك الدرع الشرفي وانني نغني في المسرح الكبير ديال دار الاوبرا المصريه. يا سلام. وكان هذيك البدايه ديالي في دار الاوبرا، وما كانتش اخر مره نغني فيه، يعني عاود ومازال بقاو تيعيطوا لي باش نغني في هذيك البلاصه. شنو غنيتي في دار الاوبرا؟ غنيت ام كلثوم عاقله، وغنيت ليلى مراد، انا قلبي دليل هي باش شاركت كنظن، ومن بعد عطوني غنيت ام كلثوم. يس. شنو سمعوا دابا؟ ام كلثوم انا قلبي دليلي. قلبي دليلي. يس. انا قلبي دليلي قال لي هتحبي، قلبي دليلي قال لي هتحبي، دايما يحكي لي وبصدق قلبي. انا قلبي قلبي دليلي. Thank you.
اختيارك لمصر كوجهه باش تمشي تشتغلي وتبيني الموهبه ديالك وتحقي الحلم ديالك الغناء في دار الاوبرا، واش مازال عندك التوجه انك تنتشري على المستوى العربي اكثر؟ اكيد الانتشار على المستوى العربي هو حلم اي فنان، ماشي غير مغربي، يقدر يكون لبناني وباغي ينتشر في المغرب ولا مصري وباغي ينتشر في دول الخليج. يعني الانتشار هو واحد النوع من النجاح ديال الفنان. خصك تعرف رشيد واحد الحاجه، ان الفنان فاش كينجح برا المغرب راه كينجح بلادو، سواء باللهجه المغربيه ولا بلهجات اخرى، وحب دالو باللهجه المغربيه. شكون اللي نجح الاغنيه المغربيه اكثر، في سميره سعيد ولا سعد مجرد؟ شوف انا غنجاوبك ماشي باسم، غنجاوبك بنظريه. انا انسانه كتبغي النظريات بزاف حيت كلشي نسبي في الحياه، ما يمكنش نجاوب باجماع ولا بحاجه مطلقه. ما محتاجش تنظير بزاف. لا حيت ما بغيتش يعني ما نعترفش بانجازات وبمحاولات ديال الفنانين اخرين. المحاوله اهم شيء في الكاريير ديال الفنان، لكن لو ريزولطا راه فيه بزاف ديال الامور وفيه التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى. انا ديما كنقول هذه الفكره واحد. هذه بزاف ديال الفنانين حاولوا يوصلوا الاغنيه المغربيه على برا المغرب، ولكن الفنان اللي نجح انه يوصلها هو الفنان سعد المجرد. يعني مثلا انا غنذكر اسماء اخرى، مثلا الفنانه هدى سعد، انا ملي كنت يعني قبل ما نمشي لاستغ اكاديمي وانا كنشوفها كتغني اغاني مغربيه برا المغرب، وكانت كتنجح الاغاني المغربيه والناس كيعرفوا ما تفكرنيش وكيعرفوا الاغاني ديالها اللي كانت باللهجه المغربيه. ولكن سعد المجرد هو الفنان اللي دار الترند ديال الاغنيه المغربيه في الوطن العربي، هو اللي فرش داك لو طابي غوج الاغنيه المغربيه. كاين واحد العتاب يوجه لمجموعه من الفنانين اللي كيعيشوا في المشرق ولا اللي كيديروا حفلات خارج المغرب، العتاب اللي كيتوجه ليهم هو انهم ملي كيكونوا في ديزانترفيو مثلا غير في حوارات، ما نهضروش حنا على الغناء هنا، انا فاش كنستقبل فنانه في برنامج مصري ولا خليجي كيهضروا مره بالخليجيه مره يهضروا بمصريه، علاش كنحشموا من نهضروا باللغه ديالنا وباللهجه ديالنا؟ ابدا. انا غنتكلم على نفسي مره اخرى. انا كنكون فخوره جدا بانني نتكلم باللهجه ديالي المغربيه في برامج عربيه، وهذا الشيء تم الحمد لله في بزاف البرامج العربيه. كنت كنتكلم باللهجه المغربيه، يمكن قبل ما كانتش كتفهم بحال دابا، حيت دابا الاغاني وصلوا اللهجه المغربيه لو موند عرب الوطن العربي. طبعا عتاب على فنانين مثلا لو ما كيتكلموش بالمغربيه، انا نعاتبهم، حيت انت كمغربي الا كنتي فعلا بغيتي تكون سفير لبلادك، وانا كنشوف اي انسان فينا يقدر يكون سفير لبلادو المغرب باخلاقه وبتصرفاته برا المغرب، كيفاش كيهضر مع الناس، كيفاش كيلبس. فنان يعني عنده واحد لوبورتونيتي كبيره انه يكون سفير لبلادو، خصو يهضر باللهجه المغربيه يبسطها. عطيني اسم فنانه بغيت تقول لها صوتك زوين، اغاني ديالك زوينه، ولكن حبدا لو غنيتي وهضرتي بالدارجه. ما نقدرش بصراحه، ما نقولش لك ما عنديش اسم وهذا وغنبدا نقول لك لغه الخشب، عندي اسامي في راسي ولكن ما نقدرش نوجه لهم الكلام، انا بعيده على هذه المسائل، كل واحد عارف راسه. اعطيني اسم فنانه تقول لها انت المغربيه رقم واحد في الوطن العربي. بصراحه الفنانه اسماء المنور. صراحة أعطيني واحدة تقول لي أنت أجمل صوت في العالم العربي. كاين بزاف ديال الأصوات، هاتي شحال ديال الأصوات تعجبوني. غنختار أمل ماهر حيت أنا فان ديالها وكنحماق على صوتها، ولكن كاين بزاف ديال الأصوات ما بغيتش نقول من المغاربة باش ما يتقلقوش عليا، حيت هما يعني تقريبا كلهم صحابي، فمتخاصمونيش مع صحابي يا رشيد خويا الله يستر عليك. أعطيني اسم ديال الفنانة تبغي تقول ليها صوتك جميل ولكن اختياراتك ماشي دائما كتكون موفقه. ما نقدرش ما نقدرش نقول لك علاش، حيت الاختيارات بعد مرات الحلقه بعنوان ما نقدرش ما نقدرش. الاختيارات تقدر تصيب او تخطئ. نعم، فيمكن بالنسبه لي اختيارات ناجحه وبالنسبه لي انا لا، يمكن الجمهور كيبغي اختياراتها، يمكن ناس اخرين ما كيبغيوش. اعطيني اسم فنانه تبغي تقولي ما كرهش ندير معاك ديو. بزاف فنانه صوت نسائي نسائي ودرت معها ديو، عندك امل ماهر وعندك كارول سماحه وإليسا. إليسا اذا غنيتي معها؟ غنيت معها مي ما صوتنا ما تيتشابهش، ما عندناش نفس الروح. ما انا نعطيك اسماء فنانين وانت قول لي هذا ولا هذا، هذه ولا هذه، بغيتي تجبد لي الصداع. واخا
سير الله. إليسا ولا كارول سماحة؟ كارول سماحة. كارول سماحة ولا نوال زغبي؟ كارول سماحة. نوال زغبي ولا أحلام؟ كتعجبني نوال وكتعجبني أحلام. هادي ولا هادي؟ نوال زغبي ولا أحلام؟ كصوت ولا كشنو؟ كصوت. أحلام. تنوال زغبي حرم عليك. أحلام ولا شيرين؟ شيرين. شيرين ولا أسماء منور؟ أسماء منور. أسماء منور ولا أصالة النصري؟ أسماء منور. أسماء منور ولا زينب أسامة؟ أسماء المنور. يلا تواضع ماشي مشكلة. صفقة على التواضع ديالها. شكرا. وما يمكنش أسماء المنور هي فنانة سبقاني يعني بزاف. أنا يمكن أنا صغيرة وكان يعني وما شاء الله هي يعني كنشوفها واصلة وغادا في لاكاريير ديالها. كيبقى الجيل اللي سابقنا خصنا نكنوا ليه كل احترام وكان عندهم دور كبير في أنهم يوصلوا الأغنية المغربية وبلا كونتينيتي ديالتهم هما باش حنا دابا كاينين. غادي نشوفوا دابا واحد الفيديو واحد الفقرة سميتها لابريكاك. الله يسمعنا خبر الخير لابريكاك. عندك مع التبرقيق شويه؟ هو شويه فينا شويه ديال التبرقيق. هذاك الشيء علاش حاولنا نبرقوا شي حاجه على زينب أسامة. نشوفوا هذا الفيديو هذا حالا ونعاودوا نتلاقاو معك. ها هو جوجب الجديد. يا ربي فهاد الحقه ما يمشيش بعيد. ها هي زينب أسامة اللي بغات تعيش كيفها كيف الناس. وعلاش مالها فين عايشه؟ في الجابون استاذ. بغيتي تقول شينوا ياك؟ شينوا وشي منوا، المهم راه مشات وتزوجات. شينوي؟ لا فلسطيني سميتو سامر من 2019 هو سامر عليها وانا سامر عليه واليوم غادي نسمر لها. ويلي 4 سنين كامله. وراه جاي من الجابون استاذ كي غيدير ليها؟ يلاه يوصل. الله يهديك راه قلنا لك شينوا. عرفتي هاد زينب عفريته من نهار صوبات عندي لاكارت في الكوميسارية مشات لمصر وبنات في دار الاوبرا مع العندالي. عبد الحليم. عبد الحليم حافظ؟ لا هذا ما كانش حافظ. التحريات ديالي استاذة كتعرف اللي زينب كتعرف كثير بزاف ديال الحوايج الا حاجه واحده. اما هي ما كتعرفش تعوم. ولكن راه عوامه في الفن. السيده دار ديوم اكاديمي الصاهر دار بوم معي. كيفاش دارتي؟ ها انت بديتي كتغلط الشاف. هذا كان مروان خولي شوف الضيفه ديال اليوم ما جاتكش مستفزه سي لابريكاك. ورا انت اللي استفزيتينا استاذه يمكن لك تفضلي يلا كملي الخدمه ديالك. كي جاك مسيو لابريكاك؟ لا تبارك الله عليك. ندير معاك شويه واحد الاختبار نعطيوك صوره اوكي وكل صوره غادي تحيلك على واحد الاغنيه. اوكي خاصها تحيلك على اغنيه وتغني لنا من مقطع يعني تشوفي التصويره وتخرجي منها اغنيه. اوكي نشوفوا الصوره الاولى. شوفوا الصورة الثانية. Oh.
تبارك الله عليكم. برافو. نشوفوا الصوره اللي من بعد. هنا عندك علامه استفهام. حاجه فيها سؤال، شنو هي؟ اعطيني شي حاجه مغربيه. انا جاتني غير علاش يا غزالي. علاش يا غزالي؟ يلا سؤال. علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيتي بحالك كيفاش نوم يا حلالي؟ وعلاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيتي بحالك كيفاش نوم يا حلالي؟ وعلاش يا نايم خليتني ما شاء الله عليك. ربي يحفظك. نجحتي في التحدي هذا؟ ان شاء الله نجح في التحديات اللي جايين ان شاء الله. زينب غادي نرجع معك الموضوع اللي تكلمنا فيه في الاول وما خدناش التفاصيل ديالو. اما هو اللي هو المرحله الصعيبه اللي عشتيها. انا اليوم بغيتك بقلب مفتوح تقتسمي معنا ومع الجمهور اللي كيشوفنا كيفاش عشتي هذه المرحله هذه، حتى انا عندي بعض التفاصيل وبغيت تحكي لنا القصه على لسانك. اوكي. انا طبعا انا واحد الانسانه اللي قويه، كلشي يعني في العائله ولا في صحابي تيقولوا لي انت انسانه قويه بزاف، ولكن ما كيعرفوش بان بعض المرات بكثره ما كنكونوا قويين كيجي واحد الوقت اللي كنضعفوا فيه او كنبغيو نكونوا ضعاف. جا عليا واحد الوقت طبعا من بعد بزاف ديال الترسبات اللي صافي ما بقيت قادره على حتى شي حاجه. طبعا دوست واحد الاكتئاب يعني مباشرة قبل ما نتزوج بسامر. اكتئاب؟ واحد اكتئاب حاد جدا. انا من الناس اللي كيقراو كيبغيو يبحثوا في الشخصيات وفي علم النفس وفي البرمجة اللغوية العصبية وفي التحفيز الذاتي، فعمره في حياتي ما توقعت انه ممكن تجيني شي فترة انني نطيح او نكتئب، حيت من قبل ديما كنت كنتحكم في نفسي. يعني فيما كان كتجيني شي عرقلة ولا شي مشكلة ولا شي حاجة كنت كنعرف نتعامل معها. ولكن الانسان كيعيا. جات عليا واحد الفتره اللي اش غنقول لك رشيد، واحد الشهر انا ما خرجتش من البيت ديالي من الدار، كنت غير باش نوض ناكل كنت كنحس بالعيا وانا غنوض ناكل. هذا الشيء جا بسبب بزاف ديال الامور. وانا من الناس اللي كلات العصب بزاف في الغولاسيونيل ديالها، يعني تغدرتي من تغدرت بزاف الناس قراب لك، من الناس قراب ليا، ماشي على مستوى الحب والعلاقات الغراميه وهذا، كنهضر على المستوى يعني الاجتماعي، على المستوى ديال ما غنقولش العائلي، ما العائلي مستوى الصداقات. جا عليا واحد الوقت اللي جاوني واحد ثلاثه ديال الترفيقات مورا بعضياتهم، طحت واحد الطيحه وليت كنقول واش انا كنحلم؟ وقيلا انا اللي فيا الديفو. كنقول زينب راه ما يمكنش هاد الناس كلهم ضدك، راه انت اللي فيك الديفو، لدرجه انهم دخلوا لي الشك في نفسي، وليت كنقول انا مديره شي حاجه باش كيوقع لي هذا الشيء. من بعد هذوك ثلاث شهور قد ما كانوا مؤلمين وقد ما كنت انا كنتعذب فيهم في كل دقيقه، يعني النفس ديالي كنت كضرني، كنت كنهضر مع ناس قراب ليا، اصدقاء ولا ماما ولا هذا اللي كنت كنعاود لهم هذا الشيء، ولا اختي ايمان الله يخليها لي اللي وقفت معايا بزاف، كنت كنحس بلي زورغان ديالي كيتحرقوا. هاد المعنى ديال ان الاعضاء ديال كنحس بالكلاوي، كنحس بالمصارن، بالمعده، بالقلب، كنحس بهم بحال شعله فيهم العافيه. كنت كنحس هذاك الاحساس اللي ما كان كيضرني في المعده. بكثره ما تصدمت وليت كنقول زينب انت ما عمرك ما كنتي بحال هكذا، ما كيأثر فيا حتى شي واحد. ولكن اكتشفت بان هذاك هو لو كومول، هذاك هو داك الشيء اللي جمعت، هذاك هو كاع دوك المرات اللي كان خصني نغوتهم كيفهم وما غوتش وبكيت. هذاك الاكتئاب جاني بسبب كاع دوك المرات اللي كان خصني نوقف شي امور على حدا ما وقفتهاش. صافي افورس قال لك افورس ديت فور اون دوفيان فولنيرابل، صافي وليت هشيشه لواحد الدرجه اللي اي حاجه ولات كضرني. وعرفتي رشيد في عز ما انا في هذيك المرحله ديال الاكتئاب وصافي كنحس براسي حتى شي حاجه ما عندها طعم، لا علاقات انسانيه ولا ماكله عندها طعم ولا خرج، ما باغا نخرج، ما باغا ندير حتى شي حاجه. كانوا كيجوني عروض في الخدمه مغريه جدا لدرجه
يعني واحد الدرجه ما يمكنلكش تصورها. وحده فحالي فهاديك السيتواسيون غتقبل بهم شي عروض اللي خياليه اللي غتبدل لي حياتي. كنت نقول زين انت راه ما تقدريش تدفعي هذا الثمن كامل. انت زينب راه ما تقدريش ديري هاد الامور، راه غديرهم راه غتفقدي نفسك، غتفقدي داك الشيء ديالك، غتفقدي دوك المبادئ ديالك اللي تربيتي عليهم. حتى تلاقيت مع سامر الصراحه، فاش تلاقيت معاه فاش هضر معايا هو يمكن هادشي غادي يجي دابا بيزا حتى عمري ما قلتو ليه، ولكن كنا كنهضروا غير في التليفون عن بعد. كنت كنحس بواحد الراحه، كنت كنحس بواحد، ويمكن حيت كان بعيد كنت كنقدر نتقاسم معاه شي امور ونعاود ليه. فاش تلاقيت معاه والله عرفت بانه هو العوض ديال الله ليا، بحال هو داك الانسان اللي غادي يجي وغادي يقول لي فوالا ها الطريق اللي خصك تشديها، ها شنو خصك ديري. يمكن هو شي غادي يجي بيزار مي يعني الوجود ديالو في حياتي كان عنده واحد الدور كبير باش اني نخرج من هذيك لا ديبرسيون. صراحه وقف معايا بزاف واستحملني بزاف، حيت كنت كتعرف الانسان ملي كيكون مكتئب حتى حد ما يقدر يستحمله من غير والديه وشي ناس اللي يعني قراب ليه. فانا يعني كنبغي نحمد الله وكنشكره وكنحمدو وكنشكره في كل دقيقه على الزوج ديالي، حيتاش انا كنشوف هو العوض ديال الله ليا في هذه الحياه. هو الانسان اللي جا وخلاني نشد هذاك البود فيل من عاود من جديد، بحال نحيا من جديد ونولي نشوف الامور بواحد الطريقه اخرى. هذه القصه ديالي مع ديك غادي بخيصه. الان غادي نخليك تكتشفي اليوم شكون هاد الضيف اللي جا اليوم، ونتمنى على المفاجاه تعجبك ان شاء الله. زينب اسامه، الان غادي نمشيو للفقره ديال الضيف المفاجاه، واللي كيكون كيف كتعرفي مور هذيك النافذه ولابس واحد الماسك. قبل ممكن تعرفي على الضيف من خلال الاسئله اللي غادي يطرحي عليه، غير هو كيف كتعرفي حنا كنغيروا ليه الصوت ديالو، النبره ديال الصوت ديالو. اوكي نقدر نسول اللي بغيت. سولي اللي بغيتي. اوكي دابا حدود المعقول. سلام. سلام. كي غندير نعرف الصوت راه تقدر تقول لي ولا تقولي لي واش انت مراه ولا راجل؟ شغل تعرف ولا ما تعرفي؟ واش شغل تعرف ولا ما تعرفي؟ ما كنسمعش مزيان، كيفاش؟ لا، جاوب فقط بأه أو لا، أه ولا لا. أنت مرا ولا راجل؟ راجل ولا مرا؟ راجل. يعني المشكلة من الوسط الفني، أه ولا لا؟ لا. لا. ضحكني هذا الصوت حشي. حشي روبو. اوكي ديجا تلاقينا؟ تلاقينا يس لا تلاقينا شي مره ولا لا؟ ها ايوه 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 ويلي على ايوه شكون؟ ايوه مغربي ولا مغربي ولا لا؟ تعرفي مغربي ولا لا؟ لا ماشي مغربي. عرفتي شكون؟ لا بلاتي ماشي مغربي. ما نقدرش نقول لي منين، بلاتي غندخل غنسمع اللهجه. شحال فيك في الطول؟ مترو 88. ما يمكنش. عرفتي شكون؟ وقيلا ولكن ما يمكنش يكون هو. يلا تبغي نحلوا ال اوكي يلا افتح. شكون؟ سامر. سامر. هذا او ماي جاد. كيف درتو قنعتو؟ واو ثانك يو او ماي جاد. حبيبي كيف؟ ثانك يو او ماي جاد. ناري ناري على مفاجاه. كتبتي وبدلتي حوايجك وكنبقى نشوفك. واعرين واعرين.
عندي واحد السؤال. شتي انا عندي واحد السؤال. هذه مفاجاه ما عمرك غتنساها. كنت قنعتيه؟ قنعته وهضرت معاه وقلت ليه بقيت سامر عليه. سامر بدا انا فرحانه بزاف. علاش؟ حيت انا ديما كنقول سامر عمره ما يبغي يبان معايا في شي برنامج. وحنا الفريق العمل قنعوه طبعا باش يكون حاضر معنا. صراحه ما بحب اطلق ظهور كثير في الظهور وزي كذا، ولكن كلمني رشيد و واو ودهرنا. برافو واعر. واعر. انا مازال مصدومه. شكرا سمير. ثانك يو سمير. مرحبا بك في البرنامج. الله يسعدك ويخليك. ومرحبا بك في المغرب. والله بلدك الثاني. انت من فلسطين؟ من فلسطين. تحيه كبيره لاهل فلسطين. الله يخليك. كيف جاتك المفاجاه؟ ما توقعتش، حيت انا كنقول ما يمكنش شي واحد يقنع سمر انه يطلع برنامج ويجلس ويهضر. هو اصلا انسان خجول يعني، وبعيد عن الميديا شويه. السوشيال ميديا يعني صراحه ما بحب ابان وكذا، ولكن خلاص بنا المره هذه. بنا المره هذه. شكرا لقبولك الدعوه. الله يسعدك يا رب. وباسمي وباسم طاقم البرنامج كنقول لكم مبروك عليكم. الله يبارك فيك. برافو البنين ان شاء الله، وتعيشوا حياه سعيده مليئه بالافراح. انا حكيت لي القصه ديال اللقاء ديالكم اول مره. انك بعثت لها مسج 2019 وقراته في 2023. كونيكسيون ثقيله عندها شويه. ثقيل. وقت طويل، فترة طويلة. فقدتي الأمل ولا ما فقدتيش الأمل؟ لا. أوه. عنده العزيمة. كيف قلت مع راسك أول مرة بأن هذه هي شريكة حياتي، هذه اللي ممكن نكمل معها يعني؟ والله صراحة أنا يعني أول ما تواصلت معها ما فكرت إنه راح نتزوج وزي كذا صراحة، ولكن هي قسمة ونصيب. يعني تكلمت معها وكذا وبعدين. ولكن أنت أول نهار قلت لي نتزوجوا، أنا في الصين نتزوجوا. بس يعني كنت بضحك يعني، تكلمت قلت انا بضحك فهمت، وبعدين ولكن بعدين انه تكلمت معها هي ارتحت معي وانا ارتحت معها، وبعدين خلاص انه قلت له كان غير هذا. عرفتي بيني وبينه تقول لي لا انا من اول يوم، ودابا مع ستريس صافي خرجت لي الحقيقه. ما كان عندك تخوف من اختلاف الثقافات والاعراف يعني؟ تعرف كل الثقافات يعني بيننا وبين المغرب نفس الثقافات يعني، ما في يعني كلياتنا مسلمين، والثقافات بيننا يعني. حتى بالنسبة للكسكس يعني احنا بنسوي كسكس كمان، ولكن احنا الكسكس عندنا حبة كبيرة مش حبة صغيرة. يعني نفس العادات تقريبا. انتم عندكم كسكس بالقديد ولا ما عندكم؟ كيف؟ يلا جاوب. كسكس بالقديد. ايش بالقديد؟ تعرف قديد ولا ما تعرف؟ لا. ما تعرف قديد؟ جدي؟ لا. لا لا لا. لا مش قديد. لا لا. القديد. لا هو اللحم المجفف. اللحم المجفف. تعرف كرداس؟ ها؟ تعرف كرداس؟ كرداس؟ نعم. لا هو اللحم المكردس. لا احنا بنسويه باللحم الخروف. باللحم الخروف. لحم الخروف. لا هو ايضا لحم الخروف بس لما يجفف. لما يتشمش بيتكرمل. مجفف. لحم مجفف. انا غنرجع للور وغنتفرج. شنو اهم الشهيوات نقولوا حنا كنقولوا بالدارجه الشهيوات، شنو اهم الوصفات اللي تحضر لك زينب الاكلات يعني المغربيه؟ الاكلات المغربيه نعم اكيد. طاجين. طاجين وكسكس كمان سوينا كسكس في الصين. ايوه. يعني في اشياء سوتها ولكن ما بعرف اسميها صراحه. بسطيله. بسطيله ايوه. وفي ايش اسمها؟ تفكر انا ما غنعاونكش. لانه اسم مغربي. السفه. السفه المدفونه. درت ليه بسطيله، درت ليه الكسكسو، درت ليه الطواجن، درت ليه الطنجيه. زيد. ايش اسمه اللي مع الباذنجان؟ زعلوك. زعلوك، انا بحب الزعلوك صراحه. كل نهار تطيب لي زعلوك. بحب الزعلوك. هاتي رشيد. لاحظت بان عندنا اسماء غريبه في الاكلات. ايوه غريب. زعلوك. انا كل نهار تيقول لي صيب لي زعلوك كل نهار. دقت حلوه عندنا اسمها كعب الغزال. كعب الغزال؟ لا. هو كلاها ولكن ما عرفتش. يمكن قلت بس ما بعرف الاسم تبعها. والمحنشه. المحنشه ما بعرف. اسامي غريبه صراحه. اسامي غريبه. يمكن اكلتهم ولكن ما بعرف اسميهم. نعم. غريبه. غريبه. غريبه لا. كضحك. هتشوف هذا الشيء فقط للمزحه. مرحبا بك. الله يسعدك. نتمنى ان شاء الله ان. نتمنى ان شاء الله تستمروا وتعيشوا ان شاء الله حياه سعيده. اللهم امين يا رب. انا الان بغيت نسولكم على شي اشياء عندها علاقه
بالثقافة الفلسطينية والثقافة المغربية، فين أوجه التشابه كثير ما بين الثقافة المغربية والثقافة الفلسطينية؟ نتكلم أنا ولا أنت؟ أوكي تكلمي. تكلمي أنت شوية. بصراحة بحكم أن عائلته جو في درب الصداق، هما جاهم الدفوع غريب، ما كيديروش هما الدفوع بهذيك الطريقة. نحن ما في عندنا دفوع. ما عندهمش الدفوع بحال هكذاك. فالدفوع كان شيئا ما مختلف وزوين بالنسبة لهم. عندهم درب صداق هما ولا ما عندهم؟ عندهم درب صداق. كتب الكتاب. تعرف حتى الأسماء الغريبة حتى في الزواج. درب صداق وأنا قلت ضريب الكاغط. ضريب كل شيء ضريب. هذه ضريب ضرب. فكان عجبهم بزاف كيفاش الطريقه اللي كتقدموا بها الهدايا للعروس المغربيه، هما كانوا فرحانين هما كيصوبوا في داك الشيء، كانوا متمتعين. كذلك القفطان المغربي، ماما وخواتاتو عنده شاديه وفرح خواتاتو بنات، اصروا انهم يلبسوا القفطان المغربي، ودابا راه خصني نصيفط لماما تكشيطه مغربيه مستعين عليها، يعني حتى هما هادشي ما عندهمش كيبغيوه بزاف. وتما عندهم القفطان طوندونس اللي كتلبس تما القفطان، يعني راه شي حاجه كبيره بزاف. شنو عاود ثاني عندنا حنا معكم؟ كيفاش تسربوا معلومات على شنو جاك في الصداق؟ هادشي صحيح ولا غير كلام؟ نهار ضرب الصداق هذوك هما الهدايا اللي جاوني، جابهم لي هو، جبت لي العود والشوكولاته، وجاب لي العود وصرغينه والورد وداك الشيء الطقوس المغربيه، جاب لي التمر والقرقاع، جاب لي الشوكولا، وجاب لي طفر فيه الذهب والخاتم الزواج، وجاب لي طوموبيل. يا سلام عليك، يا سلام. شكرا. هو عرفني. الله يخليكم بعدياتكم. وعرفني كنبغي السيارات، داكشي اللي جاب لي طوموبيل. الله يكمل عليكم بالخير. ما قلتيش مع راسك هذا رشيد علاش كيسول هذا؟ علاش كيدخل في هذه التفاصيل هذه؟ لا لا ترونكيل. انا داكشي خديته من حيت كاين داكشي في لي ريزو سوسيو. تحط في مواقع التواصل الاجتماعي، هادشي تبقى ديالكم انا ما. لا شفت كيهضروا بزاف على الموضوع. سامر، يا سامر حبيب الله، كيف كتعيشوا حياتكم الان في الصين؟ والله حياتنا في الصين انه احنا انا عايش اصلا في الصين، يعني انت عارف انه كبزنس وكذا، هو شي 16 عام وفي يعني الصين تقريبا 15 سنه 16 سنه في الصين، وعندي التجاره يعني هناك في الصين. ولكن الحين عشان يعني انت عارف بنزل بروح المغرب انا، لان هي كمان زينب عندها شغلها في المغرب، فبنروح وبنجي يعني لسه مش ما في عندنا مكان مستقرين فيه يعني. سمعت بأن تعلمت كلمات بالصينيه. ايوه تعلمت كثير. كله وانا مخفف. وسمارت صراحه يعني تحفظ سريع. تتعلم بشكل سريع. سريع. ندير لها تجربه نسوي لها تجربه. نسوي لها تجربه؟ اوكي. لا هي يمكن شنو معنيت ما فاتسيلا؟ ما فاتسيلا. جامده خن ما فاتسيلا. شنو هي؟ يعني مشكل كبير جدا. اصلا انا فاش عرفت على سامر كسمع تقول ما فان سلا جان دخن ما فان، وكنقول ليه شنو هي ما فان كسمع بزاف، قال لي مشكل، قلت له عندك مشاكل بزاف في حياتك. مشكل شنو المعني ديال مانمانتشا؟ مامانتشا 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 يعني كل بالراحه. كل بالراحه يعني واش هذيك الكلمه ولا تسطي؟ مامانتشا مامانتشا. اوكي كوايدن 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 ميلو كوايدن كوايدن بسرعه بسرعه بسرعه. بين دا شوي يعني ميه بارده. بين دا شوي. اوكي يس. عيني وايني وايني يا اي لاف يو. هي كنبغيك. هي كنبغيك. هي كنبغيك. وعينيك وايني وايني هو عيني. إذا سألتك شنو الأغنية المفضلة نتاعك بحق أغنية مغربية؟ مغربية. أحسن أغنية مغربية سمعتيها من عند زينب أسامة؟ يا بنت الناس. يا بنت الناس. يا بنت الناس. ما عنديش فلوس. أنا فقير دراهمي ومعدودة. ما عنديش فلوس. ومسكين دراهمي ومعدودة جاب لك طوموبيل، شنو بغيتي؟ تقول لي يا بنت الناس ما عنديش فلوس. صافي هادشي اللي حفظتي في المغرب. نسمعها ولكن بشرط تغني معها سامر. تغني معايا؟ حافظ شويه يعني. يلا حاول اغني. بحاول. انت غني وانا بحاول. يا بنت الناس. يا بنت الناس ودراهمي يومي معدوده، انما عندي قلب كبير وبحر شطان وممدوده، فايض بالمحبه والخير وبابه ماهي مسدوده، فايض بالمحبة والخير بابو ما هي مسدودة، أو عليها واقف عزاز وفهميني يا بنت الناس. حافظ غفهميني يا بنت الناس. فهماتك.
انا في بحب اسمع اغاني ولكن ما يعني مش شرط انه احفظ فاهم يعني. لا هي فهمتك هي فهمتك. ايوه فهمتني اكيد. تبارك الله عليك. الله شو تبغي تقولها اليوم زينب؟ انا راح اقول شيء الحين انه انا طلبت زينب من اهلها وهي الحين زوجتي، ولكن انا الحين طالب زينب منك ومن كل المغاربه واو على هذا الشيء يعني. شكرا 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 شكرا. صافي دابا تزوج بيا. بارك الله عليكم. شكرا لكم بزاف. شكرا لكم. وحنا بدورنا حضرنا لكم واحد المفاجاه. ثانك يو ثانك يو. اوه عرفت الحين Yeah.
بارك الله عليكم. شكرا. بارك الله. شكرا لفرقة عيسى وزكريا فايدة صفيقة سهرة اليوم. شكرا. برافو. شكرا بزاف. كيفاش كانت المفاجأة هذه؟ فرحتونا. فرحتونا. شكرا بزاف. سامر وزينب أسامة غادي نعطيكم دابا هاد لي بون كارت باش نختبركم شي شويه. انا هو هي. هذه ديالو هو. هو غيجاوب. غادي نسولكم اسئله ويقول لي ما تنقلش. ما تنقلش. يلا. اوكي. انقل هو. اوكي. شكون اللي مغيار اكثر اللي فيه الغيره اكثر؟ اللي فيه الغيره. لا ولا انت مغيار ما كتبانش فيه في غيره ولكن ما بتبان يمكن. والله والله عرفتي اليوم شحال الصدمات خديت ياك نكتشف شي حوايج اول مره كنعرفهم. حابان لكم كل شيء الهن. اوكي. شكون اللي ممنوع يتقلب التليفون ديالو؟ الكل قلب الثاني عادي. عندنا في الخبر قلنا نفس الباسورد. نفس الكود. عندنا انا ويا نفس الكود ديال التليفون. شكون اللي عصبي اكثر؟ هي من الاخر. هو هادي هادي انت بزاف. هي فاش كتقلق وتعصب واش كتعصب بالدارجه ولا بالدارجه الفلسطينيه؟ اكيد بالدارجه يعني. اكيد بالدارجه. كيبقى فاهم حتى شي حاجه مسكين. هو الا بغيتي تعبر مزيان بالدارجه خصك شرحي لي. تيقول لي ما فهم. تدير لي بحال انا ما فاهمش. اش كتقولي؟ اش بتقولي؟ اش علامك؟ شكون اللي منضبط في مواعيده اكثر؟ هي لا. الله يا سامر شويتيني. شكون اللي مرون في دارو؟ شو انت حتى مرون فاديتو؟ انا كتعرف عرفت شنو معنى مرون؟ كنقول لك كاين الروينه. فهمتي يعني البيت كله مكركب. شنو هي الروينه؟ ما معنى الروينه؟ كركبه يعني. كركبه. ايوا كركبه. البيت كله كنقول لي اش هاد الروينه؟ اش هاد الروينه؟ راه فهم. انا كنحس براسي مرونه وتا هو يمكن تحس براسو مرون. حنا بجوج مرونين تلاقينا. ماما تتقول لي طاح الحك والقاغ طاح ياك. اش كتشوفنا بجوج كتقول لي سبحان الله. كتقول لي هذا الراجل هو اللي كان خاصك. هي انت تلاقيتي معاه؟ لا. فاش كيوقع شنآن بيناتكم ولا خصومه صغيره يعني شكون الاول اللي كيبادر بالصلح؟ هو. هو. هو الصراحه. شكون اللي فيه صفة العناد فيكم؟ عناد؟ هي. المهم كاين كاين تفاهم. كاين تفاهم. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. عطيني. أنا أنا خصك تعطينا شي أغنية فلسطينية الآن. ياك ولا لا؟ أوكي. إهداء سامر وإهداء للشعب الفلسطيني ونستغل الفرصة باش نجدد التضامن ديالنا مع الشعب الفلسطيني الله يخليك في هاد المحنة اللي كيعيشوها وكنعيشوها معهم أيضا لأن كنشوفوا الصور يوميا وكنتألموا معهم. الله يكون معهم. عندك عائلة ديالك كتعيش في غزة؟ أنا جدتي من غزة. غزاوية وخيلان غزاويين. جدتي وأهلها كلهم غزازو يعني. خوال أبوي كمان من غزة يعني. وعطاهم الله واحد القوة. واحد القوة واحد الصبر. كتشوف غير الوليدات الصغار كيفاش كيهضروا يعني كتقول ما شاء الله عليهم. ان شاء الله ربي يجيب الفرج من عنده. ان شاء الله يا ان شاء الله يا سمير. شكرا لك على حضورك الله معنا. الله يسعدك ويخليك يا رب. شكرا لك بزاف. و كنتمنى لكم مرة أخرى ان شاء الله حياة سعيدة. يا رب. الله يخليك يا رب. وتدوم الفرحة. اللهم آمين. ويدوم الود بيناتكم. آمين يا رب. والوئام. وكنتمنوا لكم كل توفيق ان شاء الله وتوفيق ايضا في مسارك المهني. اللهم امين يا رب. تحياتي للعائله الكريمه وتحياتي لاهل فلسطين. الله يخليك. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. دابا سمير عاد غير ارتاح. مشى سمير دابا عاد غير ارتاح مسكين. غيكون جا ستريس ملي ما مولفش يمكن بالكاميرات. بتاتا. تبارك الله عليه. وتبارك الله عليك حسنتي. كنبغي نشكرك بزاف على هذه المفاجاه. فعلا مفاجاه فرحتني
وشكرا لي حتى هو اللي تجرأ يعني وقدر يعني يجي الأضواء شوية. وشكرا كذلك الجمهور والفرقة وكاع الناس اللي اليوم ساهموا في هذا البرنامج اللي أنا كنشرف أنني فيه. الله يحفظك، شرف لينا. بقيتي معايا دابا مشى سمير، غادي نمشي معاك للفقرة ديال جوكر. اوكي، واجدة ليها ولا ما واجداش؟ واجدة. ها؟ واجدة. مستعدة؟ يس. أنا ما عرفتش واش أنت جريئة في الأجوبة ديالك ولا. أنا جريئة في حدود يعني حريتي الشخصية، أي حاجة عليا نجاوبك. مي ملي بعض المرات كنقدر نسأل شي أسئلة اللي نقدر نجرح بهم ناس آخرين. نعم. كنتحفظ شوية على الأجوبة. اوكي، حنا غنعطيوك هاد الفرصة أنك السؤال إلا ما بغيتي تجاوب عليه تستعملي الجوكر مرة واحدة. غير هو عندك الحق مرة واحدة. اه اوكي. نشوفوا جوكر مع زينب أسامة بعد الفاصل. يلا. زينب أسامة مرحبا بك في الجوكر. نبداو؟ يلا. اوكي اقرا. رجت اخبار في الوسط الفني كتقول انك انت السبب في انفصال اعلاميه معروفه في احدى الاذاعات الخاصه عن الخطيب ديالها. الله يهدي خويا. لانك انت ما هذا كنتي السبب. لا ابدا، هذا الشيء ما كاينش. ولا شي حد انفصل انا ما عندي دخل حتى شي حاجه، وانا ما كنعرفش ناس عندهم يعني لا تعرفت على شي حد، ما يمكنش ليا يعني نكون في شي علاقه مع شي حد اللي عنده علاقه مع شي شخص اخر. واصلا هذه المعلومه يعني هذه فتره غير موجوده، ولكن هذه المعلومه غير موجوده يعني انا عمري ما كنت سبب في انفصال شي حد. هذا الشيء ماشي صحيح. ماشي صحيح. شفتوا هذه المعلومة؟ اقرأ اقرأ. واش صحيح أن في الفترة اللي كنتي في برنامج ستار أكاديمي كانت معكم مشاركة اللي كانت كتسرق لكم الأغراض ديالكم، وقع خصام كبير بيناتكم من بعد من كشف الأمر ديالها؟ هو فعلا حنا فاش كنا في ستار أكاديمي كانت كيمشيو منا أشياء باغفان على ميك اب على حتى حد ما كنفهم شي حاجه، خصوصا انا وانا كنت غير بهله ديك الساعه. من بعد كنا مشينا لبرنامج اخر مور لاستا اكاديمي نفس ليكيب، وكنا كنعيشوا كلنا في لوتيل، واكتشفت بانه فعلا هذيك البنت فيما كتدخل عندي كيمشيو لي اغراض ديالي. تجمعنا في النهار الاخر عندها في لاشومبغ ديالها، ودخلت عندها لاشومبغ وحليت ولقيت الاغراض ديالي تما، ولكن ما بغيتش نحرجها وما قلت لها حتى شي حاجه. ومهم عرفت على حقيقته وكلاسي تبعت تماما. لا داعي لذكر الاسم ديالي. لا ما نذكرش الاسم ديالي. اوكي. اوكي. واش صحيح انك في فتره من الفترات تعرضتي لمضايقات وصلت لدرجه التحرش؟ يس. صحيح. صحيح. في الوسط الفني. في الوسط الفني. ولكن ما تخافش عليا الحمد لله. التربية ديالك كنقدر يعني عندي طرق كنقدر ندافع بها على راسي والحمد لله. كنظن ان بزاف ديال النساء بزاف ديال الميادين كيتعرضوا لهذا الشيء، ولكن الواحد خصو يعرف كيفاش يدير الامور ديالو. اوكي، شوفوا السؤال من بعد. اتيني اتيني شي عندك ثقيل. اوكي اقرا. علاش زينب اسامه ما قدراتش لحد الان تفرض الاسم ديالها بقوه في الساحه الفنيه العربيه على غير مجموعه من الفنانات؟ شوفوا ماشي سهل تفرض نفسك في الساحه الفنيه العربيه، وفي المغرب حنا مغاربه وتنعرفوا بعضياتنا الى اخره، والجمهور تعرفك والحمد لله في الشارع انا معروفه والاسم ديالي مزيان، لكن على المستوى الوطن العربي ضروري ما خصو يكون يعني الخدمه بزاف حتى في الوطن العربي. وانا مؤخرا صراحه بغيت نركز على المغرب، يعني قلت نركز على المغرب، ندير اغاني مغربيه، تنجح ان شاء الله باذن الله والحمد لله، نجحوا لي بزاف د الاعمال في المغرب، ومن بعد تكون هناك فتره انتقاليه ننتقل للوطن العربي. حيت في الاول كان التوجه ديالك اكثر
عربي. عربي بحكم البرنامج اللي كنت فيه، البرنامج اللي كنت فيه هو توجه عربي 100%. ايضا السفر ديالك لمصر. اكزاكتومون، كنت في دار الاوبرا الى اخره، ولكن من بعد الانسان كينضج وكيفهم بزاف الامور، وبلادك هي الاولى. الصراحه انا هادشي استنتجته، ماشي قالوه لي، هادشي انا عشته وتوصلت لي هذه النتيجه اليوم، ماشي فقط شي حد تيقول لي بلادك هي الاولى. انا اليوم متاكده بان بلادي هي الاولى، ولا غنغني مغربي هو الاول. اخر سؤال، ما عرفتش واش غتقدري تجاوبي عليه ولا لا. صعيب. ماشي. اوكي، ندير جوكر. تعمل جوكر؟ لانه هذا السؤال فيه ناس ثانيين ما يمكنش لي نجرحهم. زين بأسامة، شكرا لك. شكرا لك حتى انت، وشكرا على كل شيء. تبارك الله عليك. ربي يحفظك. الله يبارك. شو شو رشيد، شو شو زينب. التحدي اللي عندك اليوم هو تحدي ديال الموسيقى. بغيت ندير التحدي باش نستغل، باش نزيد نسمع صوتك. يلا. اوكي. غادي تسمعي 6 ديال المقاطع وخصك تعرفي عليهم وتغنيهم. يلا. يلا، نسمعوا المقطع الاول. ما عندي ما يتسالك. اغنيه ديال الفنان حسين الجسمي. حسين الجسمي. نسمعوا المقطع الثاني. محمود. واش بغيتي فينا؟ واش حلال ولا حرام؟ ملا حبينا شايلة سيد الغرام. واش بغيتي فينا؟ تلال ولا حرام؟ ملا حبينا، ملا حبينا، ملا حبينا، ملا حبينا. الأغنية الجميلة اللي كنبغيها. ما عندي ما يتسالك. نسمعوا مقطع آخر. هذا عرفتها بعدي بس. يلا اعطينا مقطع اخر محمود. فيها جايب فيها غرايب من الغالي.
كدايب فيها جايب فيها غرايب والاهالي مكوية بالنار وعطشانة مكوية بالنار مكوية بالنار عطشانة مكوية بالنار عطشانة. يا سلام. يلا آخر أغنية. تبارك الله عليك زين بسامة. قبلوا عليا ما شاء الله عليك زينب. شكرا لك بزاف الحضور معنا اليوم في هذه الحلقه هذه. شكرا بزاف بزاف رشيد اللي فتحت لي اليوم الباب ان الناس يتعرفوا عليا عن قرب. انا فرحانه بتواجد يعني هذا البرنامج في المغرب. احنا كنا فخورين بك مغاربه ما شاء الله. برنامج ناجح على مدى سنين طويله وليا الشرف كل شرف اني نكون معك اليوم. وكنتمنى نكون كنت خفيفه الظل على الناس ويتقبلوني كيف ما انا. انا اليوم كنت صريحه معكم. يعني هذا الوجه اللي شفتوه اليوم هو الوجه الحقيقي ديالي وكنتمنى نكون يعني خفيفه الظل عليكم. شكرا لك. اكيد ان كلامك والصدق ديالك يحسوا به الجمهور المغربي. ما شاء الله عليك وعلى الصوت ديالك ابدعتي وامتعتي في هذه الحلقه هذه. كنتمنى لك مسيره موفقه ان شاء الله ودائما تبقاي في القمه. شكرا لك زينب. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا. نتلاقاو بكم الحلقه المقبله مع ضيف جديد. السلام عليكم.